بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بنراني برز لبرنامج رابردو باسي جاوازي زانايان لباري يكفر مدوى أما جن بيكرد كوغنمونا حديثك هي چن زانایك رابو چوني جاوازيان لسري هيا هر يك فرمودشا هنده لزانايان بصحيح دانن هنده كي تربا حسن هنده كي بضعيف لواني هنده كي بموضوع دابنن هو كاركش اقريتوا بو هل سنگاندني او راويك او فرمودي الروايات كردوا ياخد او سندا ياخد آية علتك لو سند الرواية هيا ياخد نيا حديثي اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين أم النمونية لسر أو جور بابتا أم حديثة إمام الترمذي للسنن كي الرواية كردوها وهروها ابن ماجه للسنن إمام الترمذي كأما جرابته ولا سيدتنا عائشة كأفرميت لا أنا سوى رضا ورحمة إخوة الله بيغمر عليه الصلاة والسلام فرموي اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة سيدتنا عائشة فرموي لما يا رسول الله بوشي أي بيغمر إخوة فرموي لبر أو يكوال لبيش دولة من كان أشنا بهشت شل سال بيش دولة من كان أرونا بهشت وفرموي أي عائشة هيج هجارك رد مكروا أقرب لتا خرماك جبت يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة أي عائشة هجارانة خوش بيوا ونزيك عن بخروا خواي قورا نزيك تخاتا ولا رجي قيامتا إمام الترمذيك أم حديثي روايات كردو على هذا حديث غريب يعني استغربه الترمذي أتواني بلين استغربه الترمذي إمامي ترمذي أم حديثي بغريب داناوة كألا غريبة يعني أما جيب وضعيفي أو سندة أما جيب ويتنها كسيك أم حديثي روايات كردوا كأقر أو كسا ضعيف بيت أقر أو كسا بيزن بيل الروايات كباتا أو سندة ضعيفة وزياتر إمامي ترمذي كوشي غريب بكارين أبو حديثي كباتا بلايا وغريبة ياخد بلايا وضعيفة بلام الباني كاتك قسيل أساس سنن إمام الترمذي كردوا على حديثه صحيحة ربزان دواتر شو نزانان شيلا نباري أم فرمودوا ابن ماجه قالت أجرت ولا يزيد كري سنان لأبو المبارك ولعطاء لأبو سعيد خدري وقال أحب المساكين هجاران تان خوش بيا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أبو سعيد خدري قالها جملة بيغمر بو صلى الله عليه وسلم لدعايك كوائي فرمو خوايا بمسكين بهجاري بمجيانا بهجاري بمرينا ولا قل قروي هجاران حشرم بك اللهم أحيني مسكينا وأميتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين محققي أم كتابي سنن ابن ماجة ياخد بوصيري ككتابي كدانا ولا سر زوائد ابن ماجة أو حديثاني كوالا سنن ابن ماجة هي ولا كتب الستانية لا بيش كتابة كترانية لا أبو داود لا بخاري مسلم وأبو داود وترمذي ونسائي لو بيان جياني ناوي ناوي مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة بوصيري على سندي أم حديثة ضعيفة شنك يزيد كري سنان ضعيفة للرواية وأرواها أبو المبارك ضعيفة ياخد مجهولة أم سندة ضعيفة أم حديثة هروها أوانشي كمحققي أم فرمودانا كوادواتر باسيان كردوا باسيان قسيان سرم حديثانا كردوا كشعيب الأرنؤوط على إسنادك ضعيفة يزيد بن سنان هو أبو فروة الرهاوي سي أبو فروة هي دوانيا ضعيف دوانيا ثقا كإمام بخاري حديثان الروايات كاد يشي كان ضعيفة أيكي كان أم يزيد كري سنانيا بس ما كرك يزيد كري هارون كيكل الرايوكا لو رايوانيكا لكتب الستة حديثي هي لبخاري مسلمة حديثي هي لبرو الروايات زور بهيزة بلام يزيد كري سنان روايتي ضعيفة ولا بخاري مسلمانية بلام وتال السناني الترمذي وابن ماجه وزنان بوشي ولا باري ولا ضعيفة بن من شعيب لا ضعيفة أبو المبارك مجهول وقد اختلف على يزيد بن سنان في إسناده كما سيأتي بلام ليرة شعيب على التنبيه على آقادار كردنا وياك
بيشوي باسي واقدر كردنوي شعيب بكين أو قسيا أم حديثة ابن الجوزي لموضوعاتها باسي كردوه أما كتابي الموضوعات ابن الجوزية الموضوعات يعني أو حديثة عني كوا هل بس راون دروس كراون بنامي في أغمر وصل الله عليه وسلم كلو حديثة عني باسي كردوه أما يا كوا أما جبه وأكاد ترمذي ابن ماجر رواياتي عن كردوه وقالت قال أبو حاتم الرازي هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتك حديثك بس كذو اللهم أحيني مسكينا لروايتك أبو سعيد الخدري على أم حديث صحيح نية لفي أغنبر وصلى الله عليه وسلم أبو حاتم الرازي قسال سريك للرأي وكانك كأبو مبارك على رجل مجهول كسكين ناس رعوة وقال يحيى بن معين يزيد بن سنان ليس بشيء يحيى كري معين الله يزيد كري سنان هجنية روايته هجنية ابن المديني الله ضعيف الحديث نسائي الله متروك الحديث بم هو ولا كواتا أم روايته صحيح نية كسيكيج مجهول بي وكأبو المبارك مجهول بين ناس رعوة بي روايته ضعيفة ورناجرة كني ناسين ولا يدلي عن نبي كم ثمانية كضبط وحفظها كاتشون رواياتي والأجيرات يا مباسي كسي كين كعبادته شون يجي بشويك ككسنات وانها بشوي أبكات يشتع رواياتي ألين ضعيفة لبروي كضبط كي باجنيا هني لا وكو مصعب كوري ثابت كباس ماكر وكو عبد الواحد كوري زيد كباس يكين إن شاء الله يا وبوه مو عبادة وتقوى يوا يشتع زانا رواياتك بضعيف دانين ألين شون كضبطي باجنيا هلا أكال رواياته حفظك باجنيا إذا هرني ناسيت شون روايتي ورقية شون روايتي بالصحيح دا أنجد ولم سندها راوية كضعيفة يزيد كري سنان وراوية كريش كمجهولة أبو مبارك أبنه وكاري أو أم فرمودية لا وازبت هروها للطريق كترة وعلى الطريق آخر للرقية كتري شوهات وكتر مذير روايتي كردوا لحارث كري نعمان ولا أنس كري مالك اللهم أحيني مسكينا على قال البخاري الحارث بن النعمان منكر الحديث روايتك إمام ترمذي يزيدي كري سناني تانية للرقي أو رواياتي نكردوه طريقي كتر رواياتي كردوه للرقي كتروا للطريقي كتروا كحارثي كري نعمان وكسير سنن إمام الترمذي كي الله حارثي كري نعمان أمي جالي بخاري وتويتي حارثي كري نعمان منكر الحديث حديثي صحيح نية ويأبينين لسنن إمام الترمذي بوشي وياهاتو كلا حارثي كري نعمان ورواياتكات ولا سنن ابن ماجه لا يزيد كري سنان وروايتكات كهردو سندك ضعيفه بجوري اويك زانان بوشي وباسيك دو كتبي جواز بلام دو ريغي جواز دو طريق جواز بو فرمودك ريغك امام ترمذي طريقك امام ترمذي حارث كري نعماني تا كضعيفه بلام حديثك اجرته ولا كيوا لا انس كري مالك صحابيك انس طريقك ابن ماجه راويك للرجل راويك ويك يزيد كري سنانا لكام صحابي وجريته ولا أبو سعيد الخدري هروها عبدي كري حميد أم حديثي الروايات كردوا لا هروها أوجل يزيد كري سنانا ولا أبو المبارك وهرها مان سندة كاتك أبيني حديثك لا سرچاويك هاتوا للرجل راويك وك أو راوي ضعيفة يتلقى كل ديان سرچاويش هاتبوها قال هل الرقي أو الراوية وبوك واتهر ضعيفة أما طريقكي عبد كري حميدة المنتخب من مسند عبد بن حميد حدثني ابن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن سنان عن أبي المبارك هل همان سند يزيد كري سنان أبو المبارك يتلقى عبد كري حميد بيت ابن ماجبة أبو داود ابن خزيمة بيهقي ابن حبان حاكم طبراني بون منا أجر همويان رواياتي بكن بلام لهمان كسوبيا بون منا لهمان كسوبيا هل يزيد كري سنان وبيل أبو المبارك وبيك مجهولة كواتا هر ضعيفة أجر لديهان سر شاوش هات بيت ليرى مسندك عبد كري حميد هل لهمان رجاكي ابن ما جوا رواياتي كردوا كواتا أتواني بلين كقسمان كل سر سنن ابن ما جا كأو سند ضعيفة كواتا أوي عبد كري حميد إيش أجريته مستندك إيش أجريته
أو طريقش أجريته وشون كهرمان طريقة وأجر لديان سرشاوي تريشاتي بوك أواني كوانا ومهنان لا يطبراني وبيهقي وكي وكي أجر لا إوانيش فرضا بوشي وهاتي كواتها ضعيفة هرهمان أو حكمي كوات درا بسر رواياتك يسون ابن ماجه أدري بسر أوانيشا أجر هرهمان راوي كان بون هرهمان طريق وشي وازبو أم حديثة أو تأبينين ترمذير رواياتك دول الرقية كوا زانان بيوش أنا ضعيفة ابن ماجل الرقية كوا بوشي ويا عبدك رحمي دار وها لهمان رقوا حاكم رواياتك دول المستدركة حاكم المستدركة رواياتك دول الله رواياتك صحيحة ونمنا أما كتابي المستدرك على الصحيحين إمام حاكم رواياتي كردوة المستدرك على الصحيحين أما إمام حاكم أم حديثي روايات كردوة على حديثي كي صحيحة هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه حديث الإسناد كي صحيح وتخريجه أنك كردوة هرهمان حديث اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا وأملك وتياك يا فرمي وإن أشقى الأغنياء أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة أفرم بدبخترين كس بدبختريني بدبخت كان أويا كوا للدنيا شا فقير بيتو لآخرة شا لقيامة شا عذابي بوهبت إمام ذهبيش الله صحيحة إمام ذهبي كسي لسر أم مستدرك حاكم ولسر سكان حاكم كردو أميش تعقيبك إمام ذهبي بمشي ويا الله صحيح كوات اللي يكفر مدى لا مستدرك حاكمة على الصحيحة لا موضوعات ابن الجوزي على أم حديثة موضوعة هل بس رعوة شعيب الأرناؤوط للتحقيق الدني بسنن ابن ماجا ولا هندي شوينيتر على حديثة كضعيفة الباني على الصحيحة بتابتي كاتك الباني قسيلة سرم حديثة كردوة هلأ يكي كردوه كزور سيرة بلام دواتر خوشي باسي أكاد لسنني لمسند عبدي كري حميد بمشي ويا هاتو أم حديثة كأفرميت أجريت وأبو سعيد خدري أحب المساكين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم أحيني مسكينا سندك كامية سندي أم حديثة وكوتمان همان أو سنديك ولا سنن ابن ماجاهات كيزيد كري السنانة أجرت ولا أبو المبارك وكمجهولة كواتا مستندك عبد كري حميد ضعيفة يا ضعيف يا ضعيفة كاتك شيخ الباني هات وقصير سر حد كتابك دعنا سلسلة الأحاديث الصحيحة سيركين كباس لم حديث أكات لقال حديثي بيش وترى إسنادكي ليت يقشت حديثي بيش أم حديثة بمشي ويا حديثي بيش أم حديثة كلا كتابي منار والسبيل هاتوا بمشي ويا كوا ابن أبي شيبة أجريته ولا وكيعة ولا همامة ولا قتادة ولا أبو عيسى أسواري ولا أبو سعيد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض واتبعوا الجنازة تذكركم الآخرة أفرمي السرداني نخوش بكن وهروها شوين جنازة بكون كاتك جنازيك برو قبرسان أبريد شويني بكون كأودو سنة لسنة كاني في غمر صلى الله عليه وسلم السرداني نخوش وشوين كوتيني جنازتها أو كاتك كواك بخاك أسبير دريت أفرمي لبرأوي كوا أو جنازة أو قورستان مردنتان بير أخاته وانا زاني توها تاهتا أميني للدنيا توجوك أو روجيك أو أمريد جنازة كدبري بوسر قبران ولجير خاكا ناو قبرك يا جد أهلن بتنها وخولك أدنو بسرته كتبوا توجوك أود كأم حديثي بيني ودواتر حديثي اللهم أحيني مصر أم حديثي كردوا واي واهاتو تبرشاوي كأم سنده حديثي اللهم أحيني مسكينا هي أويا أم سنده لبر وقسل لسر أواكاد الله أم حديثي إسنادك الصحيحة وألي أوانيها مو كقسيان لسر أم حديثي كردوا أم سندان نبيني وعنك قسيان لسرم حديثة كردو وكو ابن الجوزي وكو ابن الملقين وكو ابن حجر وكو سيوطي الله شاهن بمسنا دي أم حديثة نكوت وأمسنا دكوا همام وكيع جيرت ولا همام ولا قتادة إلى الراسية أمسنا ديه أو حديثة نيا أمسنا ديه أم حديثة يعود المريض واتبع الجنائس ويلا سر أساسي أو تصحيحي أكاد كوا أزانيت ويتبرشاوي أو حديثة
أم سنده أو حديثه هي حديثي اللهم أحيني مسكينا. وشعيب الأرناؤوط أو تنبيها كباس ماكر لسنن ابن ماجة على شيء على الباني كاتي أم كحديثي لسلسلة صحة كباس كردوا انتقل بصره إلى إسناد الحديث الذي قبله شاوي شو تسر أو إسنادك هي حديثة كيف يشترى يعني أو لبرشاوي ووزاني وإسنادي أم حديثة فحسن الحديث بإسناد غيره حديثة كي تحسين كردوا يا بل إن تصحيحي كردوا بشي بإسناد حديثة كتر ثم ادعى أن هذه الطريقة مع صلاح سندها عزيزة لم يتعرض لذكرها كل من تكلم على هذا الحديث كابن الجوزي وابن الملقن وابن حجر والسيوطي على إن جاء ادعاء وشي كردوا كوا أمر رقية لقل أول رقية كيشاكا طريقي كيشاكا الصحيحة رقية عزيزة الله يعني نايابة أواني كوا باسان لم حديثة كردوا هي كان باسي أم سندوا أم رواياتي عنا كردوا وكو ابن الجوزي ابن الملقن وأجور زنانا الله وقد علمت أن الوهم منه الله اللي قال وشاء بودر كوت كوا وهم كر لان خوي ويتي الباني خوي لباتوشي وهم بوا بهلا وايزاني وك أو سنديه أو حديثه وايزاني وحسندي وكي على همام ولا قتادة وا لأبو عيسى ولا أبو سعيد خدري وأوان أجرنا وكوا يا غمر عليه الصلاة والسلام فرميتي اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا لكاتك أوان أمان جراوته أوان أمر رواياتي ترى عود المريض واتبع الجنازة أوان أمان جراوته دبر أو لا توشي أو وهم بوا أو حديثه لسر أساسي أو تصحيح كردوا وفعلا لسلسلة الأحاديث الصحيحة كاتك سيري أكين همان أو قسيت يا الباني قالت إنما آثرت إيراد هذه الطريق هنا لأنها مع صلاح سندها عزيزة لم يتعرض لها بذكر كل من تكلم على طرق الحديث كابن الجوزي وابن الملقن في الخلاصة وابن حجر في التلخيص والسيوطي في اللآلئ وغيرهم ولا شك أن الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الصحة الله بهوي أو قماني كواحديثك بمجموع الرقاكاني برز بيتوب ودرجة الصحيحية ولذلك أنكر العلماء على ابن الجوزي إيراده إياه في الموضوعات لبر أوج زانان إنكاريان كردوه كابن الجوزي أم حديثي لموضوعات داناوة أما يان راسته كإنكاري أويان كردوه زانان بلا موك أوي كخوي ألي أم حديثة زاناني ترشاين بينك وتو بهوي أو حديثك الصحيحة أو هلك الآن خوي ويتي أو حديثة أو سنده أو حديثني أو حديثني وكباس ماكر بلا بلا زانان رخنان لابن الجوزي قرتوه كأو حديثي لا كتبي موضوعات هناوة بلا مدواتريش الباني خوي لكتبي إرواء الغليلة باز لو أكادك أو هلايك ردوك أو حديثة لبرشاوي أو سندة وايزانيوة هي أو روايتها بوي لكتبي إرواء الغليل أو لكتبي سلسلة الحديث الصحيحة لبي ألي صحيحة لبي أو هلاي روي داوة بلام لكتبي إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ألي أم حديثة روى أم حديثة قالت وهذا سند ضعيف أبو المبارك مجهول وقال أبو الخاتم وأما جواب البعض عن ذلك على تنبيه كنت ذكرت في الصحيحة بوشوي باز زوكات على السلسلة أحاديث الصحيحة أم باز كردوا طريقي كترم باز كردوا أم حديثة بلام هي أونية كنت ذكرت في الصحيحة طريقا أخرى لحديث أبي سعيد عن رواية عبد بن حميد حسنتها هناك الله يلوي على سلسلة أحاديث صحيحة تحسيني أو حديث مكرت وصححت الحديث بها بهي أو حديث كم تصحيح كرت بهي أو سندوا مع بعض الشواهد المشار إليها لقل أو شواهداني كواهية ثم تبينت أن هذه الطريقة ليست لهذا الحديث خوي دي أي أليت الله دواي بوم دركوت بوم رون بويا وكوا أو طريقه أو حديثانية أو طريقه باس ما انكرت وكيع لهمام ولا قتادة ولا أبو سعيد خدري أما هي أو حديثانية حديثي اللهم أحيني مسكينا أو هي حديثي كترا كعود المريضة واتبع الجنازة هي أو حديثها وإنما لحديث آخر قبله في المنتخب انتقل بصري إليها أو سنده هي حديثي كترا لبيش أو وكوا تشاوم شبو يسري وامزانيه أم حديثه عقب كتب المتن في المسودة وجل من لا يسهو يعني قوريب أو خوايب أو ذاتي كواسه هناك كخواي قوري خوي هلا ناكت ويعود الفضل في تنبيه
وباس لو اشكات كوا خلق يا جلزانان التنبيه ان كردو اماجان اغادان كردو لويك او هلا لو كتاب الرويداو على فضل اقريتو بو كساني كوا اغادار يعني كردم هندي لو بريا نمان كوا شارزان لعلم حديثا لبيش همو يعني فضيلة الشيخ عبد الرحيم صديق المكي عبد الرحيم صديق الله لبيش همو يعني كوا اغاداري كردم لو هلا كرويداو كوا تزانان حديث اكري هندي كات هلب كان لتصحيح كرديني حديثك أبم شوية أم هاليك و شيخي ألباني كرديتي لسلسلة أحاديث صحيحة كأو سندين لبرشايب و بسندي أو حديثي ترب و بجوري أو حديثي تصحيح كردوا بلام زاناني ترقى قدارين كردوا وخوشي دوات لكتابي كترى لإرواء الغليلة باسيكات كلوى أو هلر ويداوة زور شريكي آسايا أكري زاناني حديث لشوينك لمرحليك لكتابك حكم بدن لباري حديثك وبشويك بلا مدوات الا قناغي كتير جيانيان كشار زاي زياتر بيداء كان كاطلاعك زياتران هي بسر كتب كاني فرمود ورجال حديث وكتب جرح وتعديل وامانيه اكري او رابو شنا بقورن او اجتهاد بقورن حديثك وبصحيح زاني ودوات بضعيف بزان ياخذ بفيتشوانو عندي حديث بضعيف عندنا ودوات بصحيح بزان وامن منيكي زور واضح على سر اما كشيخ شعيب الانراود او رخني اجريت قال او ادعاء كات الباني ادعاء وكات كوا ابن الجوزي وابن الملقين وابن الحجر السيوطي وامانه شاين به سندنا كرد نكوت والله وهم كان لاين خوي وتي خوي بهلايات وانا او سنده او حديثانية ودوات الخوشي اعتراف كات كوا او هلا يكردوا وبيقومان جل من لا يسهو خوي بروردقار كوا هلا ناكاتو يا مهم جارك الين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قوريو فاكيو بيقردي هميشا بوزاتي خواي بروردقار كوا سهوناكات وهلناكات أم حديثة كواتا بمشوية زاناني فرمودا قصي لبارا وأكن وقوتمان زانانيش رخنان لسيوط إلى ابن الجوزي قرتوه ابن الجوزي الله أم حديثة ضعيفة أم حديثة موضوعة يعني وورانا زينابي بلا ضعيفة شو كاتك أم كتابي دانا وعلى أم الموضوعات هنا وكيد يعني الموضوعات يعني وأني هل بس راون أو حديث أنا دروس كراون نال الحديث الضعيفة رازينا يبلا ضعيف على موضوع هل بس راوا يهندي كاتش بوني راوي كي ضعيف مرجني يعني باساوني بويك أو حديث أبا موضوع دابن جد بوني ياخد راوي كي مجهول هندي كات أجر معناه كي صحيح بيت بتهايبتي أجر معناه كي صحيح بيت أو كاتا تنها بوني راوي كي ضعيف يا انقطاعك للسناد يا التي كدر لو عنيت تنها أو باسا يجنبي يا حجي يجنبي إلا سرأويك أو حديث صار بسراوة بلا ما قرر لقل أو يا بلا ما قرر رأيك كذاب بيد بون منكسيك بين ناس رأي بيد بوي دروزين وبيوترا والدجال وكذاب وأمان أو كات أو ترى ضعي أو ترى موضوعة أم رأي أنا وين بين أو تراوة يزيد كل سنة نو تراوة دروزنا بون منا يا حارث كوري نعمان بين أو تراوة دروزنا بوي لو عنيا قصي أوزانا أنا دروستا كألين ابن الجوزي زياد الروي كردو كلام حديثة موضوعة وكابن حجر لكتاب تلخيص الحبير كباس لأم حديثة أكاد على أسرف ابن الجوزي في الحكم على حادث هذا الحديث بأنه موضوع بكتابكي بقسكي ابن حجر سير بكين كليرة لكتاب تلخيص الحبير باسي كردو وقال الحافظ في التلخيص أسرف ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في الموضوعات الله زيادة الروي كردو أسرف يعني إسراف كردو بس زيادة الروية مبالغة كردو كبموضوع دانا وحق بوتنها بضعيف ذا بن جد وكأنه أقدم عليه لما رآه مباينا يعني لما لو أنا أوجد رزبي مباينا للحال التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مكفيا الله وك أوي كوا ابن الجوزي بهوي أوي كوا حالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لكو تايجياني وابوك بهجاري نبوة حالو قزراني لحالي هجاريا نبوة خدو عاي بيغمبر إخوة جيرايا صلى الله عليه وسلم أقر فرمو بيتي إخوايا بهجاري بمريانا كوا تحتمن أبو لكاتي وفات كردني هجار بوايا الله بلام كوا نبوة
ديارة أم حديثة صحيحني يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وهي نفرموا على ديارة لبر أو ابن الجوزي بم حديثي وتو موضوع برياري داوك هالبسرة ولا بر أو حالته كيف يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم في جوه فات كردني هجار نبوه بلام زناني تر تأويلها كان بو فرمو داك ألان خو مرجني أو مسكينة كواب يا غمر عليه الصلاة والسلام فرميتي مسكين خوايا بمسكيني من بجيانا معناي هجاري بيت بلكم بس تواضع وخشوع لبرو بيهقي الله ووجهه عندي أنه لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات والتواضع يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم الله ابن بيهقي الله بلاي من ووايك الدعاء أو ينكر دوا كمسكين بيت بو معناي ندار بيت يا هجار بيت ودسكرت بيت بلكو دواء أو مسكنة يكردوا أو حالتي مسكينية كوا معناك قريته بو التواضع بو خشوع بو ملكشي بو خواي بروردقار نبوني تكبرو فيزو دمار بويا أكريا بوشي ويا حديثك تأويل بكين يعني أقر الصحيح بيت كواتا معناك بوشي ويا بويا ابن تيمية هرهمان بوشوني هيا كاتك ابن تيمية برسالي لكرا ولا باري أم حديثة و أوجه همان سألت سئل ابن تيمية عن هذا الحديث فقال هذا يروى لكنه ضعيف لا يثبت الله أما الروايات كراوة بلا أم حديثة اللهم أحيني مسكينا بلا أما ضعيفة وثابتني ومعناه أحيني خاشعا متواضعا الله بلا معنى كيوا يا أخوايا بخاشعي بمتواضعي بمجينا فيزو تكبر من بيت تواضع وخشوع من بيت أو ما بستك أو يا لكن اللفظ لم يثبت الله بلا من لفظك ثابتني اللفظي أو دعايا يا غمر عليه الصلاة والسلام فرمو بيتي اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا الله أما ثابتني لشوري كترى ألات هذا الحديث قد رواه الترمذي أم حديث الترمذي رواية كردوه وابن الفرج أبو الجوزي لموضوعات أباس كردوه وسواء صح لفظه أو لم يصح فالمسكين المحمود هو المتواضع الخاشع لله على آية حديثك الصحيح بيا صحيح نبيه أو مسكيني كوا محمودة كوا بسند إنسان مسكين بيت أو يكوا متواضع بيت خاشع بيت بو خواي قورة ملكش بو خواي قورة ما بس لمسكين أو ينيا كوا بارو مالين بيت وندار بيت ليس المراد بالمسكنة عدم المال بل قد يكون الرجل فقيرا من المال وهو جبار رجاري واهي كسي مالينية دسي كورتا بلا متكبريشة خوي بقورة أسانيت لحديث صحيح هاتوا وقال لو حديثي صحيحات وكأفرمي السيكس خواي قولا للروجي قيامة قسان لقلاناكا والسيري الناكات وتسكيان الناكات باكي الناكات وسزاي بآزار بوهي يكي لوانا فقير مختال يا فقير عائل مستكبر كسيكي كفقير بيتو بلام تكبري هبت يعني كوا تأكري إنسان مسكين بيا فقير بلام تكبري شي هبت أو كوا بيا غمر عليه الصلاة والسلام دعاك فرمو بيتي أقر فرمو بيتي ما بستي أوبوا كتواضعي هبت وخشوعي هبت نك تكبري هبت أنا ما بستي أو أنا بوك هجار بيت وندار بيت وفي أغمال إخوة عليه الصلاة والسلام أي فرمو من بنديك وكو بندك شونان أخوات بوشيوينان أخو مكو بنديك شون دائنش ونش بوشيوية دائنش كواتا الله المسكنة خلق في النفس يعني روشتك لنا يا صفتك لدلو داروني إنسانا كتواضع خشوع لينا وضدي تكبرا وكو سيدنا عيسى السلام إخوة عليه بفرمي وبرم بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا سيدنا عيسى فرمي إخوة بروردقار مني نكرد وتكسيكي سركش وياخي ومتكبر لخوباي ومنه قول الشاعر مساكين أهل الأهل مساكين أهل أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر الله وكو شاعريك ووصفي عشق كان أكاد الله عشق كان هجار مسكين يا بلين داماون الله حتى قوركانيشان تنانت قوركانيشان لناو قوركاني خلقات ديارة خاكي زليلي وخاكي ملكشي وداماوي بسروية يعني الله وصفي مسكين أو تا أو شاعر بوشي وصفي كات خو أويكوا لناو أويكوا عاشق بيه معناه واني إن دارة دسي كرتا بلان بمسكين وصفيك يعني الله لبر أويكوا ملكشة كسيك أو عندها خفت أعزاري عشق لدلياتي وإلهاته بملكشي وبزليلي در أكبات تنانت قوركيشي الله لنا وقوركانا خاكي زليلي بسروي عليها تراب الذلي بين المقابر كان حديثي ترهاته ولا باري أويكوا فقير كان كأجر وفضل عنها
ومعنى ناجينت كوا فقيري فضلينيا يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم لا سنن إمام الترمذي أبا مشوهات وكوا على حديثك حسن صحيح كوا فرمي فقير كاني أمة تمي أخذ فقير كان بقشتي أشنا بهشت ولا بيجد ولا من كان ببينصد صال كما ويني الرجع شو كرجع لقيامته هزار صالة أوان بينصد صال بيش دولة من كان أرونا بهشتوا تنانت في غمر صلى الله عليه وسلم دعاء كرد أوجه لسنة الترمذي هاتوا الله حديث حسن صحيح حديثك صحيحة اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا دعاء كرد كخوي بروردجار رزقي آل بيتي خوي واليبكات كتنها أو ندبي بشي عن بكات يعني لوزيات النبيته ونبي كزور دولة من ببنو لخويان بايبن رزق كان قود بيت يعني أو ندبي كبجيوي بيت شتيك بيت كبشي بجيوي جيان يعني بكات والحديث الصحيح شاهدوا كواب يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بناي قرتوا بأخوة يقول لنا فقيري لصحيح بخاري هاتوا يا غمر عليه الصلاة والسلام أي فرموا اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بناي قرتوا بأخوة يقول لنا همو أمشتانا لفتنة قبر لعذاب قبر لفتنة آقر لعذاب آقر وهروها لشر فتنة دولماني لدولمانية كبيرة هو فتنة لخو بايبون أو يكوا يادي إخوائي بروردقارو إنه يشكردنو عبادتي لبير بشيته وفراموشي بكات يا لخوي بايب بيد يا خوي بقورة بزاني تكبوري هبيت دعروجي لبير بشيته يا نتواني حق إخوائي بروردقاري الله وصلنا معصومة وشي ونابي بلام أو درس أبو إيمو وانيك أبو إيمو آموشقارية كبوشي وبينو بوشي ويدعاء بكين كوصفة فرمي أعوذ بك من فتنة الفقر يعني هردو حالتك باجني أقر فتنة تابي أقر إنسان فقيريتي وابد كوا عبادته وبرستشو يادي خواهي بردقاري وكو بيويست بيناكريت وتوشي زحمته نارحتيك وابد كوا نزيكي بكال لوين ناشكور ببيت أما زور خرافة بوي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام بناي قرتو بخواهي قور اللوا كواتا هردو حالتكان هاتوا كوا هم دولا مني زور كإنسان لخوباي بيت خرابة قرنت واني ما في خواي برودقار بدأت ويارمتي خلق بدأ وزكاة بدأ يا بشوينا شرعي دولا من ببيت يا لخوباي بيت وهروها فقيرية كتوشي ناشكوري بكاد وصبرين من أول شهر خرابة إنسان فنا بقري بخواي برودقار لهمويا وبشويكي قشتي الغني والشاكر أفضل من الفقير الصابر زانان وتوانا أو دولا مني كوا شكري خواي برودقار كات حقي أو حقاني كوالا سريتي أو ما فانا أيدات وأن همو جاب جاكات أو باشترى مرتبة برسترى لو هجاري كوا صبري هي وهردو كيشان باشن وتناند إمام السيوطيج لألآلئ المصنوعة قسيكي لزانان باسك عليهم حديثة أو بشي منكر كوا أفرميت وأمتني مسكينا شنك في أغمري عليه الصلاة والسلام للراسيات بهجاري وفاتي نكردو بوي أقر هيج نبيت أو بشي هر ضعيفة أقر بشي كانت ري ضعيفة نبيت حديثيك بمشي ويلني وزاناني فرمودا يجونه ليكولينه ليكدانه ويزوري لسركرا ولا هل سنن ترمذي وابن ماجه ومصباح الزجاجة وتلخيص الحبير لموضوعات ابن الجوزي ولا لآلئ المصنوعي إمام السيوطي ولا سلسلة أحاديث صحيحي الباني ولا إرواء الغليلكي لها مكتب كان فرمودي تر لتلخيص الحبير ابن حجر كسيك بيه وكلا فرمودي بطواوي تيبقاته لما ناوم بستكان ياخد لسندك تيبقى بطواوي أبي أواه دراسي همو ريقو طريقة كانوا ليقدانا وزانان بقو فرمو ديبكات ووكات اشتياقا اقر زانان رابو شونيان جاواز بيلا برچيا خواي قورا يارمتي ما نبدات كوا براستي وبدروسي لفرمو ديقاني في اغامري خواه عليه الصلاة والسلام تيبقين وحكم نهائي او فرمو ديبكات واني بلين كوا ضعيفة اقر صحيح جبد ما بستكا اويا كوا ما بستك أويا كواب يا غماري خوا عليه الصلاة والسلام دعائي كردو خواي جورا خشوع وتواضعي في بخشيت نك دعائي كردو كوا هجار بيتو بشيوي دسكورتي لجيان بسر ببات وهروها أم حديثة وكتمان إمام ذهبي وحاكم إيش ألين صحيحة لبر أوا يما ناتو يعني بلين موضوع وكيم الجوزي ألت وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.